السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة جي ار ام تيوب. إن شاء الله زي ما انتوا شايفين كده في العنوان بتاع الفيديو، هنشغل النهاردة السيرفر بأسرع طريقة ممكنة وسهلة جدا لأي واحد فينا. الريسيفر طبعا كروماكس اللي معانا، دي صور لمجموعة ريسيفرات تنفع معاها نفس الطريقة الموجودة معانا في الفيديو النهاردة، زي كيوماكس اتش 5 و اتش 6 و اتش 3 بلس والاشباه اتش 2. طبعا هنحتاج الانتلة دي، هنحتاجها معانا، هنوصلها في مدخل يو اس بي بتاع الريسيفر، طبعا انا هشرح لكم عمل ماشي. هنشوف ازاي هنفعل السيرفر ونوصل الانترنت بالريسيفر، كل ده هنشوفه النهاردة، وان شاء الله يا رب دايما تكونوا بخير وتتابعوني دايما وانتم بصحة وسلامة. هنشوف الفيديو ونرجع مع بعض. طبعا دي الانتلة الفلاشة اللي هنوصلها بالريسيفر زي ما حضراتكم شايفين، واحدة واحدة مع بعض هنشوف ازاي نوصل الانتلة بالريسيفر ونفعل السيرفر، وبالتالي هتشتغل معانا كل القنوات الشيرنج المشفرة. طبعا ده مخرج اليو اس بي، هنحط دلوقتي الانتلة جواه، وساعة ما تظهر لنا رسالة قدام حضراتكم كده الانتلة وصلت بالجهاز والجهاز تعرفت على الرسيفر. سهلة يا جماعة، كله تمام. هنا طبعا القنوات كده لسه ما اتفعلتش، القنوات المشفرة، هنضغط منيو تركيب يعني الجهاز، وهندخل على اخر خيار اللي بالانجليزي. واسهل طريقه معانا هنخش على ضبط الشبكه، ضبط السيرفر، هنضغط طبعا هنا السيرفر شايفين قدام حضراتكم مش متفعل، ممكن نضغط الزرار الاصفر بس انا هدوس رقم 3 على طول. اضغط رقم 3 من الريموت وبعدين هتظهر لك رساله هتغير لنعم بالسهم اليمين او الشمال اللي بيعلي يوطي، تضغط اوكي كده السيرفر معاك اتفعل. هنروح بقى نوصل الواي فاي بتاعنا، نخرج وننزل على ضبط اعدادات الشبكة اللاسلكية وبحث عن شبكة لاسلكية. طبعا عندنا الواي فاي، هتشوف الشبكة بتاعتك، هتدخل الباسورد الخاص بيك، تضغط على الشبكة وبعدين هيجيلك هنا تدخل الباسورد، هتكتب الباسورد وبعدين تضغط موافق او الزرار الاحمر في الريموت. طبعا شايفين السهمين دول الحمر كده، انت الريسيفر ربط معاك نت. هنشوفه سحب اي بي ولا هنطلع على حالة الاي بي، زي ما حضراتكم شايفين سحب معانا اي بي، وتحت هنا وضعية السيرفر موصول تم التوصيل. هنخرج كده كله تمام، ربطنا الريسيفر بالانترنت. طبعا زي ما حضراتكم شايفين السيرفر رقم 15 معانا، السيرفر موصول من يوم 28 اغسطس لحد 28 اغسطس 22 سنة 22، معانا لمدة سنة. وزي ما تابعتوا معايا الفيديو، طبعا وصلنا الانتلة وكتبنا الباسورد بتاع الواي فاي التابع لينا الخاص بينا، وكده الريسيفر اتوصل بالانترنت وفعلنا السيرفر. وطبعا السيرفر فان كام وقنوات الشيرنج كلها شغاله، طبعا عمال سات انا اوريكم، والباقه الحمراء شغاله، وقنوات الاي ار تي، وطبعا شغال على جميع الاقمار التانيه الاوروبي والياه سات وجميع الاقمار الشيرنج شغاله.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية قادمة. وان شاء الله المفاجأة بقى هيكون معانا فيديوهات تركيبات أقمار. تابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.